بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي الخطوات اللازمة للتوقف عن الإدمان؟ لو أنا كان عندي مشكلة مع المخدرات فعلا ووصلت لمرحلة الإدمان ودلوقتي بدأت أتعافى وأقلعت عن التعاطي وبدأت أتعالج، يبقى مطلوب مني إيه؟ في البداية لازم أبطل تعاطي، ودي المرحلة الأولى والمهمة في العلاج، ودي ما بتاخدش إلا أيام قليلة جدا بحد أقصى 10 أيام. بعد كده مرحلة التغيير، والتغيير مرحلتين، لازم تتغير لشخص، لبني آدم، تغيير داخلي وتغيير في طريقة التفكير والسلوكيات اللي كانت سبب في تعاطيك المخدرات، تغيير في طريقة حلك للمشاكل، والفريق المعالج بيساعدك في التغيير لتغيير إيجابي علشان ما ترجعش تاني للمخدرات. في نقطة مهمة جدا هتتعرض ليها بعد التعاطي، وهي اسمها اللهفة، يعني هتشتاق انك ترجع تتعاطى المادة المخدرة تاني، ومهم جدا لما تتعرض للهفة دي ما تواجههاش لوحدك، لازم تشارك بيها حد تاني سواء الاهل او الفريق المعالج، ولازم تعملها زي عملية اجهاض مبكر قبل ما ترجع لها تاني وتتحول لانتكاسة حقيقية. وأهم نقطة هي الابتعاد عن مجموعة الأصدقاء اللي تعاطيت معهم المخدرات، فما ينفعش ترجع لهم تاني لأن هيفكروك وحيثيروك تاني لتعاطي المخدرات. حاول تستبدلهم بأصدقاء يساعدوك على التعافي، ولازم تتابع مع الفريق المعالج بتاعك، ولازم تشغل نفسك بعمل مفيد أو بممارسة رياضة أو بممارسة هواية أنت بتحبها.